السلام عليكم ورحمة الله سينيور 1. هبتدي النهاردة معاكم أول lesson في unit 4 Principles of Living Organisms Classification. في الأول هنعمل ملخص سريع للدرس، هنحل بقى بعد كده الاختيار المتعدد المقالي، كل ده 2022. لو عجبك الفيديو وحبيت أعمل كل ده فيديو واحد، اعمل لايك واشترك في القناة واكتب لي في التعليقات. لو حبيت أعمل الشرح لوحده والأسئلة لوحدها اكتب لي برضه في التعليقات. أما الجزء الخاص بـ Unit 3 هسيب لك في الوصف قائمة التشغيل الخاصة بالشرح وأسئلة النظر. تخيلوا معايا لو إحنا في ماركت زي ده وعايزين نعمل شوبينج، حبينا نشتري أكل بنروح للقسم الخاص بالأكل، حبينا نشتري شامبو أو كريم بنروح لقسم التجميل، حبينا نشتري صابون بنروح لقسم المنظفات. حتى قسم الأكل بتلاحظوا إنه مقسم لأقسام تانية فرعية، قسم للحوم، قسم للألبان، قسم الجبن، قسم للمعلبات وهكذا. تخيلوا لو كانت الحاجات دي كلها على بعضها ومش مقسمة لأقسام أو مجموعات، كل مجموعة تضم الحاجات اللي شبه بعضها في الاستخدام، هل ممكن نلاقي الحاجة اللي احنا عايزينها بسهولة؟ نفس الكلام in living organisms. There are many types of living organisms vary in their structure، متنوعة في تركيبها، external shape الشكل الخارجي، way of movement طريقة الحركة، way of reproduction طريقة التكاثر. والعلماء بيقولوا لسه في millions types of insects ملايين من الحشرات، plants النباتات، animals الحيوانات are not discovered yet till now، ما اكتشفناهاش لغاية دلوقتي. علشان كده العلماء عملوا classification living organisms. classification يعني arrangement ترتيب living organisms into groups في مجموعات according to على حسب similarities and differences على حسب التشابهات والاختلافات اللي ما بينهم. يعني مثلا لو عندنا مجموعة من 11 organisms هنقسمهم حسب الـ way of feeding أو طريقة الأكل لـ herbivores أكلات الأعشاب and carnivores أكلات اللحوم. الـ herbivores مجموعة من الكائنات الحية similar بتتشابه فيما بينها إنها بتاكل أعشاب، والـ herbivores differ بتختلف عن الـ carnivores، يبقى كده قسمناهم حسب التشابهات والاختلافات. بنعمل كده ليه؟ to facilitate their study عشان نسهل دراستها. All living organisms consist of cells، كل الكائنات الحية بتتكون من خلايا. هنقسم living organisms ليوني سيلولر، يعني كائنات حية بتتكون من خلية واحدة بنسميها يوني سيلولر، and multi cellular كائنات حية بتتكون من خلايا كتير. كل living organisms similar بتتشابه فيما بينها في ايه؟ انها بتعمل processes عمليات معينة زي sensation الاحساس، nutrition التغذية، كل الكائنات الحية لازم تعمل nutrition او تتغذى، respiration لازم كلهم يتنفسوا، reproduction لازم كلهم يتكاثروا، لكنهم are different مختلفين في ايه؟ مختلفين in mode of nutrition طريقة التغذية، mode of reproduction طريقة التكاثر. في كائنات حية بتتكاثر sexually or asexually جنسي أو لا جنسي. mode of living طريقة المعيشة، structure طبعا التركيب and shape. والتاكسونومي ده science علم أو فرع من فروع علم البيولوجي that concerns بيهتم بإيه؟ بclassification of living organisms بتصنيف الكائنات الحية in groups on scientific basis على أسس علمية. يعني مثلا بنعمل classification of living organisms على أساس way of reproduction طريقة التكاثر، way of movement طريقة الحركة، way of feeding طريقة الأكل على أسس علمية. طيب importance of classification، إيه أهمية الclassification؟ بنعمل كده ليه؟ to facilitate studying عشان نسهل دراسة living organisms and identifying the living organisms، ويسهل كمان التعرف عليها ووضعها في المجموعات المناسبة ليها أو المشابهة ليها. Benefits many other
fields of science، بيساعد العلوم التانية زي علم الأناتومي، علم التشريح، الجينيتيك، علم الوراثة، الإيكولوجي، علوم البيئة، الفسيولوجي، علم وظائف الأعضاء. كل دي sciences أو علوم depend on، بتعتمد أساسها على علم التاكسونومي أو classification of living organisms. مش بس كده، التاكسونومي facilitates identifying new organisms، لو اكتشفنا كائن حي جديد ما نعرفوش، الكلاسيفيكيشن بيساعدنا إننا نحطه في المجموعة أو المكان المناسب ليه، ويساعدنا كمان في تحديد صفاته. species أو النوع، يعني إيه species؟ species group of individuals، مجموعة من الأفراد، that have similar morphological characteristics، زي ما أنت شايف عندهم نفس الصفات الخارجية، نفس الشكل الخارجي. كلمة morphology يعني بنوصف الشكل الخارجي، morphology شكل خارجي. can meet with each other، الأفراد دي تقدر تتزاوج فيما بينها، and produce fertile offsprings، وتخلف أفراد تانية that similar to them، تشبهها، والأفراد دي كمان fertile يعني قادرة على التكاثر هي كمان. فبنقول على مجموعة living organisms دي شبه بعض في الشكل الخارجي، بيعيشوا في نفس المكان، بيقدروا يتزوجوا، ولما يتزوجوا بيخلفوا أفراد تشبههم، والأفراد دي كمان قادرة على التكاثر، فبنسمي مجموعة الأفراد دي النوع أو species. another species، نوع تاني، group of individuals، مجموعة من الأفراد، similar in their external shape أو morphological characteristics، صفاتها الخارجية، can meet، تقدر تتزاوج فيما بينها، and produce، وتخلف fertile offspring، أفراد تانية قادرة هي كمان على التكاثر، and similar to them، وتشبههم. Individuals are not named by the term species. أفراد ما ينفعش نقول عليها مصطلح species أو نوع، زي الميول أو البغل. Resulted from mating، ناتج من تزاوج male donkey and female horse. Producing mule. الميول ما ينفعش أقول عليه مصطلح species، أو ما ينفعش أقول عليه مصطلح النوع، لأن الميول دي individuals أو أفراد unable to mate، غير قادرة على التزاوج with each others فيما بينها، and produce a new generation of the same species، وإنتاج أفراد تشبهها من نفس نوعها، عندها نفس صفاتها. عشان كده الميول ما ينفعش أقول عليه species. كمان التايجون، resulted from، ناتج من تزاوج a male tiger and a female lion. producing التايجون. التايجون دي بقى individuals، أفراد، are not named by the term species، ما ينفعش نقول عليها مصطلح species أو نوع، لأنها unable to mate with each other، غير قادرة على التزاوج فيما بينها، and produce a new generation، غير قادرة كمان على التكاثر، ما تقدرش تتكاثر أفراد أو تنتج أفراد زيها بالظبط، of the same species يعني من نفس نوع. تاني، tigon and mule are not named by the term species، ما ينفعش أقول عليهم أبدا species، لأنهم sterile individuals، مصطلح مهم قوي، sterile بقول عليهم أفراد عقيمة، لأنهم unable to mate، غير قادرين على التزاوج، and their production، التكاثر. لو إحنا في ندوة علمية ومعانا ناس روس، ألمان، عرب، هنود، إنجليز، وبنتكلم عن living organism معين، لو قلنا اسمه بالعربي الباقيين مش هيفهموا، لو قلنا اسمه بالألماني الباقيين مش هيفهموا. scientist اسمه كيرلس لينيس، كيرلس لينيس حل المشكلة دي، عمل نظام اسمه binomial nomenclature،
نظام لتسمية الكائنات الحية اسمه Binomial Nomenclature، نظام التسمية الثنائية للكائنات الحية، بمعنى كل كائن حي هيكون ليه اسم علمي واحد بصرف النظر المكان أو البلد اللي موجود فيها. تعالوا نشوف النظام التسمية الثنائية أو Binomial Nomenclature إزاي بيتطبق أو إيه هي شروطه عشان نسمي الكائن الحي ده على الطريقة العلمية. علشان نسمي living organism على نظام ال binomial nomenclature أو نظام التسمية الثنائية، Latin language is chosen، يعني اخترنا اللغة اللاتينية. الاسم العلمي للكائن الحي ده هيتكتب باللغة اللاتينية. ليه بقى Latin language؟ Because its words have brief meanings، بمعنى إن اللغة دي ملهاش مرادفات كتير. لو سألتك مثلا عن معنى كلمة جميل، ممكن تقولي لطيف، رائع، وسيم، جيد، ممتع، ظريف، طيب، كل دي مرادفات لمعنى كلمة واحدة هي جميل. اللغة اللاتينية ما فيهاش كده، معنى واحد بس لكل كلمة. And it is an old language، لغة قديمة. That's not spoken by anyone now، محدش بيتكلم بيها دلوقتي. This makes it less suspectable، يعني ده هيخليها أقل عرضة to any change أو modification، مش هيحصل فيها أي تحريف. يعني هنسمي كل كائن حي باسم واحد باللغة اللاتينية، وهنضمن إن الاسم ده مش هيحصل فيه تغيير أو تحريف بعد كده. الشرط التاني إن الاسم العلمي للكائن الحي ده بيكتب with italic letters، بيكتب بخط مايل or underlined أو تحتيه خط for distinguishing it from the others، عشان أميزه عن باقي الكلمات اللي موجودة في النص. تخيل كده مثلا ده بحث علمي وأنا بقرأ لغاية ما وصلت للكلمة دي، الكلمة دي مكتوبة بحروف مايلة، ده معناها إن ده اسم علمي لكائن حي معين على نظام التسمية الثنائية. أو طريقة تانية، ممكن الاسم العلمي يكتب بالطريقة دي underline، يعني يكون تحتيه خط. ممكن كمان ده يكون اسم علمي لكائن حي على نظام التسمية الثنائية، فبكتبه بالشكل ده italic أو بكتبه بالشكل ده تحتيه خط. الشرط الثالث، واحنا بنسمي ال living organism ده على نظام ال binomial nomenclature system أو نظام التسمية الثنائية، بنديله binomial name يعني اسمين. أول اسم ال first name represents، بيمثل ال genus ال living organism ده من أي جنس بالظبط، الجينس بتاعه، والجينس ده starts بيبتدي بكابيتال letter. Second name أو الاسم التاني بيكون species، النوع، نوعه إيه، وده starts بيبتدي ب small letter. مثلا القطة المنزلية اللي بنربيها عندنا في البيت هي من أي جنس؟ Felis، ده في Latin language طبعا. طيب أي نوع بقى؟ احنا عرفنا إن هي من جنس القطط، نوعها إيه؟ Domesticus، Domesticus، هي من جنس القطط او الجينس فيلس، نوعها دومستيكس. يبقى انت قلت لي كده الجينس وستارتس بيبتدي اهو كابيتال ليتر، وقلت لي السبيشيز بيبتدي ب سمول ليتر. تعالى بقى نشوف الاسم العلمي مكتوب على بعضه، فيلس دومستيكس، فيلس دومستيكس، شايف مكتوب ازاي بايتاليك ليتر وسوري بايتاليك ووردز بخط مايل، والجينس بيبتدي بكابيتال ليتر والسبيشيز بيبتدي سمول ليتر، او تكتبه underlined تحتيه خط كده. ده اسمه ايه؟ اسمه كينس فاميلياريس، كينس فاميلياريس. مش هنقول كلب، مش هنقول دوج، مش هنقول اسمه بأي لغة تانية غير اللاتين لانجوج. كينس ده الجينس، جنسه. فاميلياريس ده سبيشيز. لو سألتك اسمك ايه وقلت لي اسمي احمد، هل كده انا هكون عرفتك كويس؟ احمدات كتير،
لكن لو قلت لي احمد، مصطفى، محمود، محمد، عبد الله، فؤاد، ابراهيم، هكون عرفتك كويس قوي، ومش ممكن يحصل لخبطه بينك وبين اي حد تاني. نفس الكلام لو حبينا نتعرف كويس قوي او نعرف ايه القطه المنزليه، هتقولي هي species domesticus، نوعها domesticus، genus felis من جنس الفلس او جنس القطط، family فلدي، فلدي، order carnivora، class mammalia، phylum chordata، kingdom animalia. تعالوا نفهم. الكينجدوم هي مجموعة كبيرة جدا من ال living organisms، زي مثلا كينجدوم انيماليا، يعني مجموعة كبيرة جدا من الانيمالز. كينجدوم مجموعة كبيرة جدا من الانيمالز، زي ما انت شايف are different، مختلفين shape، في الشكل، structure، تركيب، way of movement، طريقة الحركة، mode of nutrition، طريقة التغذية. والكينجدوم انيماليا دي includes، بتشمل اقسام تانية فرعية فيها عدد أقل متخصص شوية من الـ living organisms زي الفايلا. يبقى كل kingdom فيها عدد من الفايلا. طب نشوف واحدة بس، تعالوا نشوف فايلا. فايلم دي مفرد فايلم، فايلم زي فايلم كورداتا، دي مجموعة الـ living organisms اللي عندهم spinal cord، حبل شوكي في العمود الفقري. يبقى انا كده بوريك فايلم واحده بس من الفايلة الكتير اللي موجوده في الكينجدوم انيمالي، اسمها فايلم كارداتا. في كتير طبعا غير الكينجدوم انيمالي، وكل فايلم فيها فروع او مجموعه اقسام اسمها كلاسس. تعالوا نشوف كلاس واحده، كلاس ماميليا. ماميليا يعني group of living organisms، مجموعة الكائنات الحية اللي بتلد. والكلاس الواحدة فيها عدد كبير من الأوردرز، أقسام تانية فرعية. تعالوا نشوف أوردر واحدة، أوردر كارنيفورا، يعني مجموعة living organisms اللي بتاكل اللحوم بس. وكل أوردر فيها عدد كتير من الفاميليز، العائلات. تعالوا نشوف فاميلي واحدة، فاميلي فلدي، فلدي، ودي مجموعة الحيوانات اللي بتشبه في شكلها القطط. والفاميلي دي includes genera كتير، يعني أجناس كتير، نشوف فيها أجناس كتير. ممكن نشوف جنس واحد بس أو جينس واحد، جينس فاليس، فلس، جينس اسمه فلس، يعني كده وصلنا لجنس القطط، كده بنتكلم عن جنس القطط. جنس القطط ده أو جينس الفلس، طبعا في أنواع كتير جدا من القطط زي دوماستيكس، القطة المنزلية. يعني جينس بيشمل أنواع كتير أو سبيشيز كتير، سبيشيز واحد بس as دوماستيكس، كده وصلنا للقطة المنزلية. دوميستيكس أفراد كتير بتشبه بعضها، قادرة على التزاوج وإنتاج أفراد تشبهها، وهي كمان قادرة على التقاشر. ده معنى سبيشيز اللي اتكلمنا عليه. هنا هنوضح أكتر إزاي عملنا كلاسيفيكيشن للقطة المنزلية. القطة المنزلية من ضمن كينجدوم أنيماليا، مملكة الحيوان. فايلم كورداتا يعني هي موجودة في فايلم كورداتا، ودي الفايلم أو مجموعة living organisms بس اللي عندها spinal cord في vertebral column، بالتالي أنا استبعدت living organism number one. موجودة في class mammalia يعني مجموعة living organisms اللي بتلد، فاستبعدت living organism number two. order carnivora مجموعة living organisms اكلت اللحوم، فاستبعدت living organism number 3. item او من ضمن family فلدي، ودي الكائنات الحية اللي بتشبه القطط، فاستبعدت 4. genus فلس ضمن القطط، استبعدت living organism 5. species domesticus
تبعت living organism 6. كده انا عملت classification للقطة المنزلية او الفلس domesticus. Dichotomous key هو series سلسلة من الديسكريبشنز أو الأوصاف that ordered in pairs مترتبة في pairs أزواج دي الأوصاف lead to the user بتساعد الباحث أو العالم to the identification إنه يتعرف على living organisms that's unknown to him ما يعرفوش كائن حي جديد اكتشفناه ما نعرفوش عايزين نعرف هو تبع أي مجموعة أو نحطه في المكان المناسب من خلال الدايكوتومس دي أو مجموعة الأوصاف دي بتساعدنا إننا نتعرف على الليفنج أورجانيزم ده هو من أي مجموعة تعالوا نفهم أكتر unknown living organism كائن حي ما نعرفوش عايزة أحطه في المكان المناسب ليه أو المجموعة المناسبة ليه وأعرف إيه هي صفاته ومين هو تخيلوا أنا معرفش الليفنج أورجانيزم ده هعمل ايه؟ هعمل دايكوتومس كي او مفتاح تصنيفي يساعدني اني اتعرف عليه. طيب بداية الليفنج اورجانيزم ده هدور عليه في اي مجموعة؟ في الانسكت الحشرات ولا البيرتس الطيور؟ لا هدور عليه في الانسكت في الحشرات. هبتدي احط مجموعة من الديسكريبشنز او الاوصاف تقودني لمكان الليفنج اورجانيزم ده والاوصاف دي بتكون مترتبة في بيرز او ازواج بمعنى الانسكتس من اوصافها اذا عندها وينجد اجنحه او وينجلس ما عندهاش اجنحه يبقى ده اول كي او اول ديسكريبشنز هحطها في شكل بير زي ما قال طيب الوينجلس خلاص الوينجد او الحشرات المجنحه من صفاتها او اوصافها ان ممكن يكون عندها وان بير او تو بير ده description تاني وصف تاني bilateral يعني ثنائي هبتدي امشي في السلسله دي ال one pair of wings الحشرات اللي عندها one pair ممكن تكون ال legs shorter than the body او ال legs longer than the body ده وصف ثالث شكل زوج همشي عليه نفس الكلام ال two pairs of wings أو الحشرات اللي عندها two pairs ممكن تكون covered with scales أو ال wing دي أو الأجنحة transparent شفافة يبقى أنا كده عملت series سلسلة مجموعة من الأوصاف الأوصاف دي paired pairs يعني أوصاف شكل أزواج بجاوب عليها بالطريقة yes or no present or absent موجود أو مش موجود يعني ازاي هستخدم الدايكوتوموس كي علشان اتعرف على الليفنج اورجانيزم ده اللي المفروض اني معرفوش هبتدي اجاوب على الاوصاف او الاسئله اللي حطيتها يا ترى موجوده او مش موجوده اولا احنا قلنا الانسكت اول وصف حطيته وينجلس ولا وينج انا شايفه هنا ان الليفنج اورجانيزم ده وينج عنده اجنحه يبقى همشي في الخط ده طيب الاجنحه بقى one pair of wings ولا two pairs of wings هو عنده one pair of wings فهياخد الوصف ده او الخط ده همشي فيه طيب ال legs shorter than the body ولا longer than the body لا ال legs longer than the body يبقى ده الخط اللي همشي فيه يبقى living organism ده mosquito البترفلاي ازاي وصلنا لها او حطيناها في المكان الصحيح او ازاي هنتعرف عليها هي طبعا انسكت حشره اول مفتاح تصنيفي وينجلس ولا وينجد خد بالك المفتاح التصنيفي او الديسكريبشنز الاوصاف دي بتكون في شكل زوج وينجلس ولا وينجد لا اخترنا وينجد يبقى هنمشي في الخط ده one pair of wings ولا عندها two pairs of wings المفتاح التصنيفي الثاني زي ما قلت لك في شكل pairs او ازواج طبعا هي عندها two pairs of wings هنمشي في الخط ده طيب ال wings covered with pied scales يعني الأجنحة متغطية بحراشيف ولا الأجنحة transparent شفافة
ده المفتاح. الشنيفي الثالث شكل بيرس برضو، يعني الأوصاف أو الديسكريبشنز بتكون بشكل بيرس، ده ولا ده؟ لا، إحنا هنقول covered with bright skills، يعني عندها رشيف لما بتمسكها ممكن تطبع على إيديك. الليفنج أورجانيزم ده أو الكائن الحي ده إزاي هنتعرف عليه أو نحطه في مكانه الصح؟ باستخدام الدايكوتومس هي اللي قدامه. أنيمال طبعا، يا ترى هو with segmented body ولا unsegmented body، يعني الجسم في شكل عقل ولا مش في شكل عقل، لا هو segmented body. شوف ده أول مفتاح تصنيفي الدهولي، وده الخط اللي همشي فيه. عنده 3 pairs of jointed legs ولا 4 pairs of jointed legs؟ لا هنعدهم، هنلاقي 4 pairs of jointed legs. فال living organism ده أحطه في أو belong to choice 2، يعني مكانه هنا تحديدا. If you know that wolfin، الشكل اللي قدامنا ده اسمه wolfin، is produced from mating، نتج من تزاوج male whale with a female dolphin، يعني two species are different، يعني جنسين مختلفين، حاجة كده زي الميول والتايجون. فمن المتوقع إن الولفين ده doesn't resemble its parents، لا طبعا هو هياخد من بابا ومامته، هياخد صفات من الاتنين. It is not able to reproduce، طبعا هو غير قادر على التكاثر. It gives a fertile offspring when reproducing، يعني هو أصلا غير قادر على التزاوج، يبقى إزاي هيخلف أو هيجيب offspring؟ It is able presence of living organisms like tigon and mule، وجود كائنات حية زي التايجون والميول living organisms اللي ما ينفعش نقول عليهم species، increase leads to increase in number، وجود الأفراد دي هيزودوا من عدد إيه؟ genera الأجناس ولا الفايلا ولا species الأنواع، هم أصلا مش نوع ما ينفعش نقول عليهم نوع، ولا individuals أفراد، هم أفراد وبس، مش ممكن نقول عليهم species ولا phyla ولا genera، هم مجرد أفراد غير قادرة على التزاوج أو التقاشر، أفراد عقيم. Meeting of a female horse and a male donkey is A طبعا ده الميول، وزي ما اتفقنا الميول can't reproduce، can't mate and reproduce، ما عندوش القدرة على التزاوج ولا التكاثر، بالتالي أي فيجر من دي مش هينفع أختاره، فاختار فيجر B. ده الميول A هيكون فرد لوحده الشكل ده، هيعيش شوية وهيموت، مش هيقدر، can't mate و can't reproduce. السؤال ده هحاول بقدر الإمكان أخد الإجابة من الاختيارات. بيقول الشكل المقابل If you know that Y and Z are two different species، Y و Z different species، نوعين مختلفين زي الهورس والدونكي كده. So it is concluded that، هنستنتج من كده إن Y و Z are morphological similar، لا طبعا إزاي different species يبقى مختلفين في الشكل الخارجي، يبقى أول اختيار ما ينفعش. Meeting of Y and Z اللي هم different species produces بينتجوا أفراد belong to X. مين X ده؟ X ده واضح إنها أفراد بتجمع بين ال two different species Y and Z. X واضح إنها أفراد بتجمع في صفاتها ما بين Y and X، هما two different species. فإكس ده المفروض إنه أفراد بتجمع بين الاتنين، فالتايز بي صح، حتى لو two different species زي الهورس والدونكي حصل بينهم تزاوج، فأكيد الميول اللي ناتج هيكون بيجمع ما بين صفات two different species دولت اللي هما زي Y و Z، فالتشويز التاني صح مفهوش مشكلة. All X individuals belong to different species from Y and Z. أصلا X ده أنا ما ينفعش أقول عليه
سبيشيز، لان اكس ده نتج من تزاوج تو ديفرنت سبيشيز، هيبقى حاجه عامله زي النيول او الدايجون، فما ينفعش اصلا اقول عليه مصطلح سبيشيز، فالاختيار التالت طبعا رونج. Meeting of Y and Z produces fertile offspring. Fertile يعني أفراد قادرة على التزاوج والتقاشر. وطبعا لا، Y and Z لأنهم two different species، فالأفراد الناتجة هتكون عقيمة مش fertile. فالاختيار الأخير wrong. Which one of the following figures؟ عايزين شكل shows يبين the correct arrangement، الترتيب الصح for taxonomic levels، لمستويات التصنيف. دي اسمها مستويات التصنيف، ودي الأكثر شمول ودي الأقل شمول في الصفات. Of living organisms for the most to the least having common morphological characters. يعني مثلا لو بصينا على figure C هنلاقي الفاميلي، فاميلي زي فاميلي فيلديا، بتضم مجموعة living organisms أو الكائنات الحية most similar، الأكثر تشابه في المورفولوجيكال كاركترز، في الصفات الخارجية. بعدين نطلع شوية نلاقي الأوردر، هنلاقي مجموعة أكثر من living organisms أو الكائنات الحية لكنها أقل تشابه في الصفات. شوية الكلاس أو الفايلم، هنلاقي الكلاس فيها عدد أكبر من living organisms لكنها أقل تشابه، وهكذا لغاية ما نوصل للفايلم. هقول إن C ده هو الترتيب الصح لمستويات التصنيف أو taxonomic levels اللي بيضم عدد living organisms الأكثر تشابه من الأقل التشابه. Opposite figure illustrates different mean taxonomic levels، يعني المستويات المختلفة للتصنيف. If X represents the kingdom، X هي بتمثل الكينجدوم اللي هي أول مستوى تصنيفي اللي بيضم عدد كبير جدا من الكائنات الحية. Which of the following represents the order؟ مدام X هي الكينجدوم يبقى الفايلم مستوى تصنيفي التاني هو Z، عدد أقل من الكائنات الحية. إما هو الكلاس، كلاس عدد أقل من الكائنات الحية. واي الأوردر، أقل من عدد أقل من الكائنات الحية. كده مشينا بالترتيب، يبقى هنقول هنختار واي. يبقى كل مستوى تصنيفي من دول لما ننزل كده في الترتيب من كينجدوم، فايلم، كلاس، أوردر، كل مستوى بيحتوي على عدد أقل من الكائنات الحية. If we denote the phylum with simple x، يعني ادينا الفايلم simple x اللي عندها او includes عدد اكبر من living organisms and the class with simple y، فين الكلاس؟ هنا y. الفايلم خليناها x والكلاس y، يبقى اكيد الفايلم او number of individuals عدد الافراد in x اللي هي الفايلم is greater than، أعلى أو أكبر من number of individuals عدد الأفراد اللي في Y. المفروض إن number one بيمثل taxonomic level يعني مستوى تصنيفي. إن كان قدام أنيماليا في مملكة الحيوان، زي ما اتفقنا إن كل taxonomic level، كل مستوى تصنيفي من دول بيضم عدد من living organisms. بيقول لك ان letters دي او الحروف represent بتمثل living organisms او animals في كل مستوى تصنيفي. نلاحظ طبعا ان كل ما تدرجنا في مستويات التصنيف كل عدد living organisms ما هيقل، وبالتالي التشابه بين living organisms دي بيزيد. ملاحظ طبعا. طيب عايزين نعرف الاول نحدد ايه هي مستويات التصنيف اللي عندنا. بتبتدي من تحت، يعني هقول عايز اعرف نمبر 6 ده مين. انا شايف هنا اورجانيزم واحد بس او انيمال واحد، يبقى نمبر 6 ده السبيشيز. طب نمبر 5 الجينس، الجنس. 4 فاميلي. 3 اوردر. 2 كلاس. 1 الفايلم. كتبت طبعا
التاكسونوميك ليفلز او مستويات التصنيف. زي ما انت شايف كل ما تدرجنا في مستويات التصنيف بيقل عدد الاورجانيزمز او الانيمالز، وفي نفس الوقت بيزيد التشابه بين الصفات. Highest taxonomic levels that includes organisms X and Y. أعلى مستوى تصنيفي بيضم الأورجانيزم X و Y. خد بالك كده، أعلى مستوى تصنيفي ده أقل مستوى تصنيفي. هو عايز أعلى مستوى تصنيفي بيضم أورجانيزم X و سوري X و Z مع بعض، يبقى Phylum. Which of the following represents بيمثل least taxonomic level، أقل بقى مستوى تصنيفي بيضم الأورجانيزم L and Z. L و Z مع بعض ده أورجانيزم L وده Z، أقل مستوى تصنيفي. بدور من تحت، أفضل أدور في species، طبعا species مش هلاقي، أدور في الجينس الفاميلي ما لقيتش الأوردر، لقيت L مع بعض L و Z together مع بعض يبقى موجودة في الأوردر، يبقى الأوردر ده least taxonomic level، أقل مستوى تصنيفي بيضم الأورجانيزم L و Z مع بعض. How far these statements correct؟ ما مدى صحة العبارات التالية؟ Organism M shares more common traits with organism L. M بيتشابه في عدد أكثر من الصفات مع organism L. Organism M shares less common traits with organism E. لما برضو بيتكلم عليه هو نفس الأورجانيزم بس بيتشابه في عدد أقل من الصفات مع إي. عايز يقول لك إن إم ده بيشبه إل أكتر من تشابهه مع إي. ده بنعرفها إزاي؟ من خلال التاكسونوميك ليفلز أو مستويات التصنيف. يعني مثلا بنلاحظ لما بنتدرج في التاكسونوميك ليفلز او مستويات التصنيف زي ما قلنا، عدد الاورجانيزمز بيقل وفي نفس الوقت التشابه في الصفات بيكون اكتر. فلو بصينا على الفايلم بنلاقي الثلاثه اورجانيزم ام و اي و ال، والكلاس بنلاقي نفس الثري اورجانيزمز ام و ال و اي. نزلنا بقى على الاوردر ما بنلاقيش اورجانيزم اي، بنلاقيه اختفى مش موجود في الاوردر ولا الفاميلي ولا الجينس، بس بنلاقي اللي بيتكرر دايما ام وال، وتكرر كمان في الفاميلي ام وال. طب ده معناه ايه؟ معناه ان ام بيشبه ال في عدد اكبر من الصفات، وام واي بيتشابهوا في عدد اقل من الصفات. يعني هنقول التو ستيتمنتس ار كوركت. نفس فكرة السؤال السابق، هنا بقى بيفاضل بين 3 organisms X Y و M. فبيقول إن X هنا shares more traits with Y، لكن X هو نفس الorganisms shares less common traits، عدد أقل من الصفات مع M. عايز يقول لك إن X و Y بيتشابه أو X بيتشابه مع Y أكتر من M. هنبص في التاكسونوميك ليفلز، هشوف في الفايلم هلاقي 3 organisms X، وهشوف كمان M، وهشوف Y. التاكسونوميك ليفل اللي يليه كلاس هشوف X وهشوف M، واضح Y اختفى. الأوردر هشوف X و M، طبعا قلنا خلاص Y اختفى مش موجود. Family X و M، Genus X و M. معنى كده X و M بيتشابهوا مع بعض جدا لأن اتكرروا تقريبا في كل معظم التاكسونوميك ليفلز، يعني X و M بيتشابهوا جدا مع بعض. ووجود أما X و Y كانوا موجودين في الفايلم، معناها ان بيتشابهوا في عدد اقل من الصفات. فمن خلال التاكسونوميك ليفلز لاحظنا ان اكس وام بيتشابهوا جدا في الصفات مع بعض، لكن اكس وواي بيتشابهوا في عدد اقل جدا من الصفات لانهم موجودين في تاكسونوميك ليفل واحد بس. فطبعا بقول ان ستيتمنتس دي لما نقراها هنلاقي التو ستيتمنتس ار رونج. ركز جدا في السؤال اللي قدامنا، في فكرة مهمة جدا.
The opposite table represents بيمثل a group of numbers of taxonomic levels of class mammalia. يعني إيه group of numbers؟ يعني أعداد مستويات التصنيف، أعداد الأوردرز والفاميليز اللي موجودة تحت class mammalia. بمعنى أنا عندي class mammalia ليها صفات معينة. class mammalia في زيها كلاسز كتير، احنا هنتكلم بس عن كلاس واحدة بس اسمها كلاس ماميليا. كلاس ماميليا دي ممكن includes بتشمل عدد من الاوردرز، وليكن 4 مثلا، 4 اوردرز. يبقى الكلاس الواحدة includes موجود فيها عدد اكبر من الاوردرز. each order كل اوردر واحدة موجود فيها larger number of families، في عدد أكبر من families، وكل family واحدة includes بتشمل عدد أكبر من الجينس، وكل جينس في عدد أكبر من species الأنواع. يا طب لو حبيت بقى أحسب عدد species الأنواع اللي موجودة in each class، في كل class واحدة، يبقى عدد كبير جدا. هقعد اعد بقى الكلاس فيها كام اوردر، بعدين احسب كل اوردر فيها كام فاميلي، واقعد احسب كل فاميلي فيها كام جينرا، وكل جينس فيه كام سبيشيز. عدد كبير جدا من الجينس تحت الكلاس الواحده. نرجع للتيبل. يبقى من التيبل ده هستنتج. التيبل ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي دي أعداد مستويات التصنيف، يعني أعداد الكلاسز والأوردر والجينرا و و و، وبالتالي هقول إن زي دي أكبر عدد بتمثل السبيشيز الأنواع. بعدين واي العدد التالي الأقل منه على طول بيمثل الجينرا. بعدين العدد الأقل اللي بعد كده ال بيمثل فاميلي. بعدين اكس بتمثل الأوردر. معنى التيبل بقى بيقصد من التيبل هنا يقول لك ان class mammalia includes بتشمل 29 orders، وكل order includes بتشمل 153 families، وكل family includes بتشمل 1230 genera، وكل جينس واحد بقى includes العدد الكبير ده من السبيشيز. يبقى شفت بقى كام سبيشيز، كام نوع تحت class mammalia هيكون هو أكبر عدد. العدد الأقل منه بيكون الجينرا، الأقل الفاميلي، الأقل بيكون الأوردر. نجاوب على الأسئلة. بيسألك بقى which of the following represents بيمثل the number of mammalia genera زي ما قلنا why. Which of the following statements is correct؟ هنختار هنا العبارة الصحيحة. بيقول the taxonomic level Y represents بيمثل a part of taxonomic level Z. احنا قلنا ان Y ده الجينس و Z هو الاسبيشيس. هل الجينس جزء من الاسبيشيس؟ الجينس هو part او جزء من الاسبيشيس؟ wrong طبعا. السبيشيز هو اللي بارت من الجينس، لان كل جينس كل جنس في عدد كبير من السبيشيز او الانواع، فاول ستيتمنت بنقول عليها رونج. تاكسونوميك ليفل ال اللي قلنا عليه الفاميلي بيقول ريبريزنتس ا بارت اوف تاكسونوميك ليفل اكس، اللي بارت من التاكسونوميك ليفل اكس يعني الفاميلي بارت من الاوردر. فعلا الفاميلي بتكون بارت من الاوردر، لان كل اوردر فيها عدد اكبر من الفاميليز، وبالتالي الفاميلي بارت جزء من الاوردر. فاميلي جزء من الاوردر يعني ال بارت من اكس، فهنختار تشويز بي هو الصح. Which of the following contains individuals افراد that can meet ليها القدرة على التزاوج with each other to produce، وهي كمان بتكون to produce fertile offspring وإنتاج أفراد قادرة هي كمان على التزاوج والتقاصر. أكيد طبعا الـ species. كل species كل نوع
انكلود بيشمل مجموعة من الأفراد بتشبه بعضها في الصفات، قادرة على التزاوج فيما بينها وإنتاج أفراد تشبهها، وهي كمان قادرة على التزاوج والتقاشر. ده السبيشيز. يبقى السبيشيز بيمثل إيه؟ بيمثل what is the taxonomic group which gather the following in the living organisms. ايه هو التاكسونوميك جروب؟ يعني يقول لي كينجدوم ولا فايلم ولا كلاس اللي بيجمع كل الافراد دي. طبعا الافراد مختلفه جدا في صفاتها. فبتشوف هنا البيردز، ريبتايلز، انسكتس حشرات، فيتش يعني حيوانات كتير مختلفه في الصفات. فعلى طول هنختار number of individuals عدد الافراد in one of the animalia phyla. يعني ايه animalia phyla؟ انت عارف ان kingdom animalia فيها عدد كبير من الفايلا، ما بقولش phylums بقول phyla، يعني phyla دي جمع phylum. احنا مسكنا phylum واحده بس، phylum واحده بس، ولتكن مثلا phylum chordata. بيقول لك number of individuals عدد الافراد 3 millions. يعني في 3 millions عدد من الافراد موجودين في فايلم واحدة بس من الأنيماليا، من كينجدوم أنيمال. طيب number of individuals عدد الأفراد دي وصل لها إزاي؟ مسك الفايلم دي اللي بنتكلم عليها، واحد يحسب هو فيها كام كلاسز، ومسك each class وقعد يحسب هي موجود فيها كام orders، يحسب في كل order كام عدد من الفاميليز، ويحسب في كل family كام عدد من الجينرال، وفي كل جينس كم عدد من السبيشيز، وفي كل سبيشيز واحد كم عدد من الانديفيدجوالز الافراد. طلعوا عدد حوالي 3 مليون انديفيدجوالز زي ما بيقول. يبقى لو مسك كلاس واحده بس، هو بيسال دلوقتي عدد الانديفيدجوالز عدد الافراد in a class in this family، يعني مسك كلاس واحده بس من الفاميلي دي وبيسال عدد الافراد ممكن يكون كام، لازم يكون أقل من 3 مليونز. فاخترنا 1 لأن ده الرقم الوحيد اللي أقل من 3. طب عدد الانديفيدجوالز اللي موجودة في أوردر واحدة بس من كلاس دي أكيد طبعا هيكون أقل من 3 مليونز. كارنيفورا هنمثلها أو أكلة اللحوم، كائنات حية أكلة اللحوم، هنمثلها بالسيركل. فيل دي مجموعة الكائنات اللي تشبه في شكلها القطط، هنمثلها بسكوير. طيب الكارنيفورا دي زي ما درسنا اوردر، والفيلد دي فاميلي، فطبعا الفاميلي او الفاميلي بتكون بارت من الاوردر، وبالتالي فيلد دي بتكون بارت او جزء من الكارنيفورا، فنختار سايز دي. يعني السكوير هو الفيلد والسيركل هي الكارنيفورا. تو اورجانيزمز، وكاتب تحت كل أورجانيزم الاسم العلمي binomial nomenclature. أول أورجانيزم سكالوب كراب تيبس سكس بينوسس. الأورجانيزم الثاني بوليتيسمس دينتيكولاتس. زي ما أنت شايف كاتب الاسم العلمي بإيتاليك لتر، إيتاليك لترز، وأول اسم هو اسم الجينس وستارتس ببتدي بكابيتال لتر، الاسم الثاني سبيشيز وستارتس وذ بيبتدي بسمول لتر. يعني زي ما أقول لك أنا اسمي أسماء عبد الحميد، اسمي واسم باباي. نفس الكلام أنت بتقدم الليفينج أورجانيزم ده باسم السبيشيز واسم الجينس. طيب بيقول لك إن أورجانيزم إكس واي بيلونج تو ذا سيم، يعني هما مع بعض في نفس. السبيشيز، سبيشيز ده الاسم الثاني، لا هتلاقيه الاسم الثاني مختلف، فهم مش من نفس السبيشيز. الجينس، الجينس ده الفيرست نيم، هتبص كده الفيرست نيم مختلفين في الفيرست نيم، يعني مش من نفس الجينس. سب جينس، سب جينس دي ده ليفل تحت الجينس، فاكيد مش هيكون ما دام مختلفين في الجينس يبقوا مختلفين في السب جينس. الكلاس يبقى ما قداميش غير اني اختار الكلاس، استبعدت كل الاختيارات. ريدس، ريدس
scientific name ده أو ال two syllables دي refer to إيه؟ ده طبعا الاسم العلمي، ده الجينس وده السبيشيز. starts بيبتدي ب capital letter والسبيشيز بيبتدي ب small letters، والاسمين مكتوبين بثلاث letters حروف ميلة، يبقى الجينس والسبيشيز. scientific name of onion Allium sepa. The scientific name of garlic is Allium sativum. هما مشتركين في أول اسم اللي هو الجينس، لكن مختلفين في الاسم الثاني اللي هو السبيشيز. يبقى هما من نفس الجينس لكن مختلفين في السبيشيز. The scientific name للبوتيتو is Solanum tuberosum. The scientific name of sweet potato, Ebomea patatus. In which taxonomic level متشابهين في إيه؟ طبعا مختلفين في السبيشيز وفي الجينوس، ومادام مختلفين في الجينوس يبقى مختلفين في السب جينوس، لأن السب جينوس حاجة تحت الجينوس. طبعا ما قدميش غير إن يقول إنهم متشابهين في الأوردر. Wheat plant نبات القمح is from monocot plants نباتات وحيدة الفلقة. Which of the following expresses the scientific name of wheat correctly؟ الاسم العلمي الصح لنبات القمح Triticum aestivum. اسم الجينس starts بيبتدي capital letter، الspecies بيبتدي ب small letters، ومكتوبين أو written ب italic letters حروف ميلة. Which of the following represents بيمثل ال scientific name of the animal correctly؟ هنختار choice C. زي ما اتفقنا الاسم العلمي بيكتب ب italic letters حروف ميلة، أو بيكتب underlined تحتيه خط. هنختار ال choice ده، وما ننساش أول letter من الجينس بيكون capital، و letter All the following can be used to make dichotomous key to recognize. عايزين نتعرف على الأورجانيزم ده. هنعمل dichotomous key. هنستخدم كل الـ choices دي except ما عدا. في البداية لما هشوف الـ living organism ده هبص في أي جروب، أو هبص يا ترى في الـ insects في الحشرات، ولا هبص في الـ plants، ولا هدور في الأول في البيردز، هدور في البيردز. يبقى هكتب كده بيردز طيور، بعدين أبتدي أحط الكيز أو الدايكوتومس كي أو المفاتيح بتاعتي. ممكن أستخدم بيك longer or shorter. في طيور عندها البيك بيكون longer or shorter than the head، فدي أوكي تنفع as a dichotomous key. head vertex ممكن تكون white or black، فأوكي ده ينفع dichotomous key. skin membrane أنا هقرا choice D، ممكن في birds يكون عندها هنا skin membrane present or absent، في birds يكون عندها و birds تانية ما عندهاش. تمام أوي. طيب بالنسبة لل choice ده بيقول reproduction sexual or asexual، ده ما ينفعش، لأن أصلا كل الطيور كل البيردز بتعمل sexual reproduction، فما ينفعش استخدم استخدم التشويس ده، لان من البدايه حطيت الليفنج اورجانيزم ده في البيردز، والبيردز مش بتعمل غير sexual reproduction، فما ينفعش استخدم التشويس ده اقول sexual or asexual، اصلا كلهم بيعملوا sexual reproduction. والديكوتومس كي بتكون اجابه زي ما اتفقنا بيكون بين اختيارين مفتاحي، يعني مفتاح في منه لازم يكون ثنائي، يعني الأوصاف ثنائية descriptions يا كذا يا كذا، أجاوب yes or no present or absent. هنا مفيش اختيارين، ما ينفعش أختار sexual or asexual لأن كل birds بتعمل sexual reproduction. What happens in the case of ماذا يحدث إذا absence of a classification system for living organisms؟ لو الكلاسيفيكيشن ده مش موجود، ما عملناش كلاسيفيكيشن لليفنج اورجانيزمز، او علم التاكسونومي ده مش موجود، طبعا it is difficult to identify new organisms، صعب ان انت تتعرف على ليفنج اورجانيزمز جديده.
difficult to study living organisms. صعب ان انت تدرس الكائنات الحية دي. In some cases, في بعض الحالات new individuals أفراد are produced from mating, نتجت من تزاوج two different species من جنسين مختلفين of living organisms. How far this statement is correct, هنقول إنها correct. أما الإكسبلينيشن هنا هتتكلم بالتفصيل عن التايجون والميول. هتقول مثلا الميول produced from mating, نتج من تزاوج مين ومين، وتتكلم إن وتقول إن الميول ده إنه ما ينفعش أقول عليه species لأنه أفراد أو لأنها أفراد غير قادرة على التزاوج والتكاثر. Unable to mate and reproduce. Group of living organisms or group of vertebrates يعني فقاريات، يعني living organisms عندهم vertebral column أو عمود فقري. بيقول عايزين نعمل dichotomous key to classify these organisms، نصنفهم depending on the following characters. ومديك مجموعة من الأوصاف أو المفاتيح الثنائية اللي هتساعدك تعمل الكيدة. طب أنا هعمل الدايكوتومس كيدة إزاي؟ هاجي أول اختيار أو أول مفتاح بيقولك type of skin. في اختيارين، يا ترى هي نيكد بتشوفها بتشوف السكن ولا السكن دي متغطية covered، يعني السكن ممكن تكون متغطية بشعر بشيف ريش. يبقى انا كده هعمل اول كي او اول ديسكريبشن او اول وصف، بكتب السكان كده واطلع فرعين ممكن تكون نيكت يعني بتشوفها او كفر. كده انا عملت اول مفتاح. بعدين بيقولك الديسكريبشن او الوصف التاني ذا تايب اوف سكين، الكفرد بقى المتغطيه ممكن تكون كفرد with hairs او كفرد with scales بشعر او حراشيب. هعمل بقى المفتاح التاني، هاجي بقى عند الكفرد سكين وأطلع فرعين hairs أو covered by scales. كده عملت الكي التاني. هاجي عند المفتاح التالت السكيلز بقى المتغطية بسكيلز. السكيلز دي يا ترى موجودة along the body في الجسم كله ولا on neck بس؟ هروح أعمل بقى أجي عند السكيلز الفراشيف وأطلع فرعين scales on leg or scales on the body. كده أنا عملت الوصف التالت أو الكي التالت. هنا بقى هحط الـ living organisms دي كل حد أو كل living organism في مكانه الصح. هبتدي بالفرانك وهمشي على الأوصاف. هسأل نفسي في الأول الـ skin naked ولا covered؟ الـ skin naked يعني بتشوفها بعينيك ولا متغطية بشعر ريش؟ لا، الفرانك الـ skin naked. هحط هنا الفرانك. living organism تاني الـ crocodile. همشي من الأول skin naked ولا covered؟ لا covered. طيب covered hairs ولا scales؟ لا scales حراشيف. السكيلز موجودة على leg بس ولا على الجسم كله؟ لا على الجسم كله. يبقى أنا هنا هحط الكروكودايل. living organism تاني الهوك. هبتدي برضو من البداية السكين naked ولا covered؟ لا covered. hairs ولا scales؟ الهوك مش بتغطي بهيرز، فأنا هسيب المفتاح ده أو هسيب الاختيار ده وهدخل من التاني. بنشوف سكيلز في الهوك بس بتكون على الليج بس. حط هنا الهوك. الكات من البداية سكين نيكد ولا كفرد؟ كفرد. طيب هيرز ولا سكيلز؟ لا هي كفرد هيرز شعر، فأنا هحط هنا الكات. Meeting occurred between organisms A and B. تزاوج ما بين two organisms A and B resulted نتج عنه generation جيل. Has characters of the parents. الجيل ده عنده صفات ال two parents A و B. بيجمع ما بين صفات الاثنين. And this generation الجيل ده اللي نتج عن التزاوج passed on the new characters، نقل بقى الصفات دي بتاعت A و B to its offspring للنسل بتاعه. خلي بالك هنا معناه ان بيقولك ان الجيل ده، فهمت من كده ايه؟ ان الجيل ده اللي نتج من تزاوج A and B هو كمان قادر على انه يعمل ميتنج تزاوج و reproduction، بدليل انه بيقولك passed on نقل الصفات الجديدة
ليه اتس اوف سبرينج، ده الصفات الجديده بتاعت اي وبي للنسل بتاعه. بيقول لك هنا deduce the taxonomic relationship between organism A and B. هقول ان الاورجانيزم A and B دول belong to the same species، هما من نفس النوع. ليه؟ لان هما able to mate و reproduction. مش كفايه ان هما لما عملوا reproduction جابوا لنا generation fertile، يعني هو كمان قادر انه يعمل reproduction وبيعمل تكاثر reproduction sorry و mating و reproduction. fertile يعني قادر انه يعمل ميتنج تزاوج و reproduction تكاثر. فهمت او فهمت ده ازاي من السؤال؟ قال لي ان الجنريشن ده اللي نتج من تزاوج A and B passed on new characters، نقل الصفات الجديده بتاعته اللي كانت بتجمع ما بين باباه ومامته to its offspring للنسل بتاعه. سؤال 7 عكس فكرة السؤال نمبر 4، تعالوا نجاوب عليه. Meeting occurred تزاوج between two organisms A and B. وبيقول إن result generation يعني الجيل اللي نتج عن التزاوج ده has the characters صفات of the parents صفات الأب والأم. But this generation لكن هو بيجمع حقيقي بين صفات الأب والأم، لكن الجنريشن ده is sterile يعني عقيم. يعني sterile ما عندوش القدرة على التزاوج والتكاثر. Unable to mate and reproduce. In the light of your study بيسألك بقى، ده درست classification deduce static a taxonomic relationship between A and B organisms. هقول هعكس إجابة السؤال نمبر 4 وأقول له إن A and B are from different species، من جنسين مختلفين، لأن الـ result generation الجيل اللي نتج عن التزاوج ده sterile عقيم unable to mate and reproduce، غير قادر على التزاوج والتكاثر. Determine the least taxonomic level، أقل مستوى تصنيفي to which the organism A and B belong. لما يسألك عن أقل مستوى تصنيفي تدور من تحت، أسأل نفسي هم من نفس الـ species يا ترى؟ احنا جاوبنا في اول سؤال قلنا ان الاورجانيزمز A and B from different species من نوعين مختلفين، لان لما حصل بينهم ميتنج ده نتج عنه افراد ستيرل عقيمه غير قادره على التكاثر، يبقى اكيد مش من نفس السبيشيز. يبقى اقل مستوى تصنيفي هاخده هو الجينس. طب ليه مش الفاميلي مش الاوردر؟ لا، هو بيقولك اقل مستوى، هم اكيد من نفس الفاميلي والاوردر والكلاس، لكنهم لما بيسألني هنا عن أقل مستوى تصنيفي هختار الجينس. Write the similarities and differences، التشابهات والاختلافات بين mule والتايجون. إيه اللي ممكن يكون متشابه بين الاثنين؟ هنقول إن both of them produced from two different species. النيول الناتج من two different species والتايجون من two different species. يعني مثلا النيول زي ما قلنا produced from mating a female horse and a male donkey، بس نوعين مختلفين two different species. نفس الكلام التايجر، بنقول ان both of them الاثنين sterile يعني افراد عقيمة. sterile بمعنى unable to reproduce، عندها او ما عندهاش القدرة على التكاثر. ده التشابه بين الاثنين. differences الاختلافات، هنقول إن الـ mule produced from mating a female horse and a male donkey زي ما قلنا، لكن الـ tycoon بقى produced from mating a female lion and a male tiger. نفس الكلام هنعمله مع الـ mule والـ donkey. similarities، إيه اللي ممكن يكون متشابه بين الـ mule والـ donkey؟ هنقول إن الميول بيشبه الدونكي in some similar morphological characters، بيشبهوا بعض في بعض الصفات. مش بنقول إن الميول ده produced from mating a female horse and a male donkey، فأكيد الميول ده بيشبه بابا الدونكي في بعض الصفات. ده بس اللي ممكن يكون التشابه، بعض morphological characters الصفات الخارجية. أما بقى الـ differences الاختلافات كتير، منها إن الميول sterile زي ما قلنا فوق، عرفنا يعني إيه كلمة sterile. أما الدونكي fertile، الكلمة دي معناها إنه عنده القدرة على التكاثر والتزاوج. الميول
unable to mate and reproduce، ما عندوش القدرة على التزاوج والتكاثر. الدونكي قلنا عنده القدرة دي، able to reproduce to mate and reproduce. طيب اختلافات، هنقول ان النيول زي ما قلنا فوق produced from mating a female horse and a male donkey، لكن الدونكي عادي produced from a male donkey and a female donkey. نمبر 5 اعتقد انها بقت سهلة، ندخل على 6. There are 7 levels only to classify living organisms، يعني هل هم دول بس ال 7 levels بس اللي على اساسهم نعمل classification؟ لا، في sub levels تانية زي sub phylum. موجودة فين؟ موجودة بين الفايلم والكلاس. في sub class موجودة فين؟ موجودة بين الكلاس والاوردر تحت الكلاس. في sub genus تحت الجينس، موجودة بين الجينس والسبيشيس، فهتقول wrong وتتكلم أو تذكر السب تاكسونوميك ليفل 3 وتحدد مكانها فين زي ما قلت. هنا بقى تعالوا نحط الليفنج أورجانيزمز دي في مكانها الصح باستخدام الدايكوتوموس كي. خدتوا بالكم طبعا إن الديسكريبشنز الصفات بتكون ثنائية، يا ده يا ده، present absence، نجاوب yes or no. تعالوا نشوف أول living organism الكات، ونبتدي من بداية ال dichotomous key خالص. هسأل هي عندها vertebral column، يعني ال vertebral column present موجود ولا absent مش موجود؟ لا present، يبقى ده همشي في الخط ده أو المفتاح ده، عندها vertebral column. طيب المفتاح اللي يليه بقى نفس الخط، carnivores يعني أكلات اللحوم ولا herbivores؟ أكلات اللحوم، هي بتاكل سمك وكده، يبقى هنا هيكون مكان الكات، أكتب هنا الكات. fly vertebral column present ولا absent؟ لا ما عنداش طبعا vertebral column الفلاي، فهحطها في المكان ده أو همشي في المفتاح ده. طيب هي عندها 3 pairs of legs ولا 4 pairs of legs؟ عندها 3 pairs. طيب هل الليجز بتكون longer than the body ولا shorter than the body؟ الليجز بتكون shorter than the body، فهنا هيكون مكان الفلاي. الرابت، الرابت هبتدي من الأول برضو، وكل living organism ببتدي الدايكوتوموس كي ده من الأول أو descriptions الأوصاف من الأول. الرابت عنده vertebral column عمود فقري. carnivores ولا herbivores؟ لا herbivores، من أكلات الأعشاب، فأحط هنا الرابت. طيب حاجة عند الموسكيتو، ما عندهاش vertebral column absent، عندها 3 pairs of legs ولا 4 pairs of legs؟ الموسكيتو عندها 3 pairs of legs. طيب descriptions اللي يلي، legs بتكون shorter than the body ولا longer than the body؟ بتكون longer، عشان كده ده هيكون مكان الموسكيتو. spider طبعا في vertebral column ولا ما عندوش؟ ال vertebral column absent، عنده 3 pairs of legs ولا 4 pairs of legs؟ 4 pairs of legs، يبقى number 5 ده مكان spider. Scientists of taxonomy، علماء التاكسونومي، need to name the living organisms with standard common names، كانوا بيسموا الكائنات الحية بالcommon name بتاعتها. Common names بمعنى إن نفس الorganism عنده many names، أسماء كتير، differ بتختلف in Earth's regions، بتختلف من مكان لمكان، يعني اسم الorganism ده في مصر غير اسمه فرنسا غير اسمه في ألمانيا، دي اسمها common names. هتقول طبعا statement دي wrong، هما اهتموا انه يعملوا unified scientific names، اسماء علمي، على نظام البينوميال nomenclature، نظام التسمية الثنائية. ولو حبيت تستفيد في الإجابة بتقول شروط النظام التسمية الثنائية دي وكده تبقى إجابتك نموذجية. الشكل اللي قدامنا ده دايكوتوموس كي، المفروض ان فيه هنا ميستيك، انتوا ايه رأيكم؟ مكتوب بطريقة صح؟
طبعا رونج، لان الدايكوتوماسكي الستريتس بيوضح لنا الكاركترستكس الصفات او الديسكريبشنز الاوصاف بتاعت الليفنج اورجانيزم ده ان بيرز في ازواج زي ما شفنا قبل كده، نوت ان تريبلز. وفي كل ستيب في كل خطوه المفروض بنختار وصف واحد بس للليفنج اورجانيزم ده اكوردنج تو، على حسب الكاركترستكس او الديسكريبشنز الاوصاف بتاعته، لغايه ما نوصل للمكان الصح للليفنج اورجانيزم. في الدايكوتوميس كي بنكتبه بالشكل ده، بنحط الديسكريبشنز او الاوصاف في ازواج، في زوج واحد بس، في كل ستيب في كل خطوه بلاقي زوج من الصفات، الانسكتس او الحشرات، وينجلس ولا وينج، عديمه الاجنحه ولا عندها اجنحه. الستيب الثانيه، الخطوه الثانيه، هي عندها one pair of wings ولا two pairs of wings. الخطوة اللي بعديها همسك كل descriptions أو كل وصف وأطلع منه زوج تاني من الديسكريبشنز الأوصاف وهكذا.